الآن نحن الآن نقف على أطراف مدينة الرسن وعلى تخومها وعلى مزارعها. كما ترون إنها جبهة قتال مع أحد عناصر الجيش الحر من جبهة الأصالة والتنمية والفيلق الأول. يحدثونا ما أسباب قدومهم إلى هنا وما أسباب حملهم السلاح وماذا يفعلون الآن. معنا الأخ الحجي أحد قادة كتيبة في الفيلق الأول اللي حدثنا أو يعرفنا عن نفسه أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. حجي هاني الفياض قائد كتيبة الشهيد عبد المنعم فياض الفيلق الأول جبهة الأصالة والتنمية. هذه المنطقة هي منطقة متاخمة لمدينة الرستان، كانت منطقة آمنة، منطقة منعزلة تماما، نضع فيها قسم كبير من اللاجئين من مدينة الرستان ومن خارج مدينة الرستان. قام الجيش الأسدي وشبيحة النظام باحتلال هذه المنطقة وسلب ممتلكاتها وأسر عدد كبير من الأخوة المسالمين الآمنين في هذه المنطقة. نقوم الآن بإذن الله سبحانه وتعالى باسترجاع قدر الإمكان استرجاع هذه المنطقة بالكامل أو الجزء الذي نستطيع استرجاعه، علما أن إمكانياتنا بالنسبة لقوات الأسد إمكانياتنا ضعيفة جدا. بس بإذن الله سبحانه وتعالى ما أظن وما منترك بإذن الله سبحانه وتعالى خط الجبهة، وإن شاء الله بنقدر نسترجعها بإذن الله. طيب نحن ما بنسمع غير بالرسن تشكيل ألوية، تشكيل فيالق، تشكيل كتائب. طيب وين كان الجيش الحر عندما كان النظام احتل هذه القرى على أطراف مدينة الرستان؟ وما كان دوره وأين كان هو ولماذا السبب قام الجيش الأسد باحتلال هذه المناطق؟ صديقي، أول شيء نحن الحمد لله رب العالمين الرستان من المدن التي قامت من بداية الثورة ولديها القوة العسكرية الحمد لله لقيام بأي عمل. نحن الحمد لله رب العالمين فاتحين أو عم نشتغل على أكثر من جبهة. في عنا جبهة حمام، الجيش بيحاول يدخل من هذيك الجبهة. في عنا جبهة سلمية، الجيش بيحاول يدخل علينا من هذيك الجبهة. في عنا جبهة الغجر، الجيش بيحاول يدخل منها. في عنا جبهة تلبيسة، الجيش بيحاول يدخل منها. في عنا جبهة ملوك، الجيش بيحاول يدخل منها. عنا كثير جبهات الجيش بيحاصرنا منها ويحاول يدخل منها. هلا بتدخل على مدينة الرستم ما بتلاقي مقاتل واحد، كلها قاعدة على الجبهات، كلها تحاول تصد قوات النظام بالامكانيات الموجوده. وثاني شيء نحن صحيح بجوز عددنا الحمد لله منيح، بجوز عندنا قوه منيحه، لكن قوه سلاحنا ما هو هالقوه الضخمه. نحن اسلحتنا هي عباره عن غنائم من الجيش الاسدي، ما عندنا قوه ضخمه، ما عندنا سلاح قوي جدا اللي بيضاهي جيش الاسد، عباره عن قطع استطعنا اغتنامها من الجيش الاسدي، هاي اكثر ما هنالك. طيب انا هوت ما مسمع منك انه انتم ما موجودين مدينه الرستان وموجودين على تخومه، والرستان دار كافة محاور لها مطوقة من حاجز ملوك ولا من جبهة الشرقية من جهة حماة ولا من جهة الغربية مقرة موالية للنظام ولا من جهة الشمالية. كوات ما اسمع منك أخي كافة المنطقة في مدينة الرسن، فكيف يعيشون أهل مدينة الرسن الآن وما قدمت لهم من مساعدات من طعام وشراب للأطفال؟ أخي الكريم، مدينة الرسن اللي قاعدين فيها هنا عبارة عن سكان مدنيين، ما لهم علاقة بأي شيء، عبارة عن سكان مدنيين من أطفال من شيوخ من نساء. هذول السكان يعني قاعدين بضغط كبير جدا. نحن ما عم نحاول بشتى الوسائل نأمن لهم من سبل المعيشة، من خبز، من مازوت، من ماء، من كهرباء. عم نحاول أي شيء نستطيع تأمينه لهالمدنيين عم نحاول نأمنه لهم. طبعا كمان بدك تحط احتمال الجيش الأسدي مركز على مدينة الرستان والقصف العنيف على مدينة الرستان على المدنية الموجودين بمدينة الرستان. عم يخسرنا كل نهار عدد من الشهداء من الأرواح المدنية وليس من أرواح الثوار. نحن عم نحاول بشتى الوسائل نأمن لهم الخبز، بشتى الوسائل نأمن لهم كهرباء، نأمن لهم ماء، عم نحاول قدر استطاعتنا. طيب أخي العزيز، النظام عم يطلع على التلفزيون يتبجح ونقول قصفنا عصابات مسلحة وتم استهداف فكرة الكتيبة الفلانية وقتل عدد أشخاص بالطيران وبالميك بالسوخيت، كانت أنواع الأسلحة الثقيلة. فماذا تقول العالم أن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، أنه يجب تواجد الجيش الحر في مدينة الرستن أو لا؟ لا صديقي، هذا الكلام غير صحيح، لانه الجيش الاسدي عم يقصف مدينه الرستان، عم يقصف المدنيه الموجودين في مدينه الرستان. الجيش الحر غير متواجد بمدينه الرستان، الجيش الحر موجود تواجد على اتخام مدينه الرستان، عم بيقوم بحمايتها من تدخل الجيش الاسدي الى داخلها، من عمليات الاقتحام اللي عم بيقوم فيها الجيش الاسدي الى داخل مدينه الرستان. اما جيش حر بمدينه الرستان ما في. طيب اخي العزيز، في كثير مناطق سورية ثائره مثل الرستان، في الشام، حلب، حمص، بس نحن طول نسمع أن الرسن كل يوم قصف عنيف، قصف بالطيران، قصف بالدفاعية، فلماذا هي مدينة الرسن اللي تعرض لكافة أنواع القصف هذا؟ أول شيء مدينة الرسن الحمد لله رب العالمين من أول مناطق المحررة بسوريا بشكل عام.
ثاني شيء الحمد لله رب العالمين معظم الضباط المنشقين من مدينة الرستن بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث شيء الحمد لله عندنا قوة إيمان بالله، قوة إيمان بحبنا لأرضنا، بحبنا لشعبنا، بحبنا لممتلكاتنا، إنه ندافع عن عرضنا، ندافع عن شرفنا بكافة سبل الموجودة. فلذلك عم بيحاولوا إنه يقمعونا بشتى الوسائل. طبعا نشكر الأخ عبد المنعم قائد كتيبة الشيخ عبد المنعم على ما حدثنا فيه من فيلق الأول. وننظر كلما النظام خسر قطعة أرض أو منزل كان احتله فيقوم بقصفه واستهدافه بمدفعية، فهذه هي عصابات الأسد كما ترون. وسنقوم الآن بالتسلل إلى الخط الأول في الجبهة من هذا الطريق، وهو معرض لخطر القصف بالمدفعية والقناصين. بسم الله. ها هم أحد مقاتلين الجيش الحر يتمركز هنا من أجل منع الإمدادات لشبيحة الأسد وعناصر حزب الله. كما ترون تلك هي جبهة الشبيحة وعناصر الجيش السوري. نحن نقف الآن على خطوط التماس الأولى، نقوم بالزحف إلى الأمام بسبب تكاثر القناصين والمدفعية لاستهدافها إلى هذه الطرق، فتعتبر هي خطوط التماس الأولى مع أحد قادة كتائب الفيلق الأول. شهد لسعنا مسافة من هناك أخي؟ لا يقارب 800 متر. قطعنا مسافة 1 كيلومتر وبقى لدينا 800 متر حتى نوصل إلى الخطوط الأولى. نحن نقف الآن على خطوط التماس الأولى مع أبطال الجيش الحر. السلام عليكم أخي. السلام. أخي أنتم ما الدور اللي تقوموا فيه هون بالنسبة للجبهة وتعرفنا هذا الخط في قدام خطوط لسه ولا هو الخط الأخير؟ لا أخي، هذا الخط الأخير، أنا بالمقدمة. طيب شو الدور اللي تقوموا أنت فيه هون؟ قطع الإمداد على الشبيحة، هذا الطريق تمرق عليه شبيحة وحزب الله ونظام الأسد. طيب معلش ترجينا منين الجسر اخي؟ هون هذا الطريق الوحيد اللي له جسر، الطريق الوحيد اللي له هذا الجسر اخي بالنص البين حديد، هذا جسر الشبيحة. نعم اخي. انتم دوركم هون تقوم في خطع الامدادات. نعم. وهي القرى المحتلة من قبل عصابات الاسد. نعم. طيب اخي ممكن نعرف شخدتم تحرير بالفترة اللي قمت فيها عملية فك الحصار عن حمص أو تحرير المناطق اللي تقع قرب مدينة الرستن عن دخول مدينة الرستن؟ قمنا بالتحرير لأن نحن هون هي المنطقة هي كلها مشرشوح، يسموها مشرشوح، منطقة مشرشوح. قمنا نحن قبل بنص ساعة قمنا بتفجير مكب لحزب الله وجنود الرجلها لقدوا الكلاب لها لقدوا هون سماقة حتى يقرب يأخذهم. طيب هات ما عم تقول هي قرية مشرشوح، نعرف هي القرية المنواع قرية مسيحية. اسمع أخي، نظل النظام يقول نحن هون ما عم ندافع عن حالنا، عم ندافع عن الأقليات وعن الطائفة المسيحية والطائفة العلوية والأقليات. طيب هل هي قرية مشرشوح محتلة؟ هي مشرشوح محتلة العلوية وحزب الله ونظام بشار الأسد، الطاغية تبع بشار الأسد هون كلها دائما محتلتها. هي كان هون في من إخواننا المسيحية أخذوها العلوية وقاعدة تمركزوا فيها، ولا نحن بإذن الله عم نطهر المنطقة وقمنا بقتل العديد من الشبيحة ولا عم نجسم الكلاب ولا ما شالوه. يعني بحدود كم عدد القتلى اللي قتلتوهم من حزب الله؟ من حزب الله مكب كامل، مكب فيه 12 واحد. أخي كأننا نرى إلى يمينك هنا مصحف صغير من القرآن. أخي هذا نحن بوقت الفضاء نقرأ القرآن فيه بالفضاء. ما في الان باقي بس صار عندنا وقت فضا نقرا فيه. الان علمنا ما هو دور الرشاش في الخطوط التماس الاولى، ولكن نقف هنا مع الاخ ايضا الذي يحمل القناصه. اخي نحن هون هذا الرشاش مهمته دفاع للمشاة. هاي القناصه متوجهه الى عناصر حزب الله وخط الامدادات عنهم.
طيب اخي انت الغناصة، بنعرف انه رشاش بعبارة عن مشان تغطية اذا السيارة الذخيرة مارقة مشان جلود، اما القناصة ما دورها، نعرف القناصة بتخرج طلقة طلقة ما بتخرج طلقات عدة. نحن يعني لا نعتمد باذن الله على السلاح وعلى تقنيه الرشه وكذلك، نعتمد على ان يسدد الله رمينا. قد تكون هذه الطلقه تصيب احد النقاط الحساسه في الاليه تؤدي الى تفجيرها، قد تكون تقتل اي شخص من هؤلاء الكفره. وباذن الله اطلب العون من الله تعالى سبحانه وتعالى. نعم كما تسمعون ابطال الجيش الحر عزيمتهم من الله وليس من امداد الخارج. طيب اخواتي الاعزاء انتم شو رسالتكم؟ بتحبوا توصلوها للخارج؟ هو الخارج عم يحاول يمنعكم دخول الذخيره، عم يحاول مساعدتنا مثلا يوم بيقول نحن راح ندعم الجيش الحر، نحن بطلنا ندعم الجيش الحر، هل هي ما من اجل رفع معنويات الجيش الحر ومن ثم بعد احباطها؟ فهل هذا الشيء لما اعلن احد الدول الاوروبيه بدعم الجيش الحر بالسلاح والذخيره وثم امتنعت، هل هذا الشيء اثر على عزيمتكم؟ الحمد لله رب العالمين، نحن عزيمتنا تاتي من الايمان بالله تعالى وليس لا من الذخيره ولا من الجيش. ولكن نرجو ان يحسوا بحالنا هنا. اخي العزيز انا شايف مختبر من العمر، هذه ارضنا وهؤلاء هم الكفره ولا اله الا الله. كما ترين يا حمص فهما أشبارك ليس في النوادي أو يقومون في السهر أو يتبضعون، فهما مرابطون على الجبهات، مرابطون من أجل أهلهم، مرابطون دفاعا عن دينهم وعرضهم. أصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. هذه أحد المنازل التي كانت تحتلها الشبيحة وهي قرى لأهالي مدينة الرسان التي تقع فخوم مدينة الرسان، ونقف الآن مع أبطال الجيش الحر الذين قاموا بتحرير قسم من هذه المنازل، فليرينا كيف أثبت أنه يقول لنا أنه كان يتواجد هنا شبيحة وعناصر حزب الله. أخي العزيز هل لديك من دليل أنه كان يتواجد هنا شبيحة وعناصر حزب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قمنا بتحرير هذه المنطقة بشكل كامل من جراثيم الأسد وشبيحته. الآن سنرى مناطق التخريف، مناطق المحررة للجامع، هذه هنا فيها أحد العناصر طواقيهم، هذه خوذهم وطواقيهم التي كانوا يرتدونها، ثيابهم، هذه بعض مخلفاتهم هنا، هنا نرى، تفضل أخي، نرى كمية كبيرة من فراغات الطلق الروسي روسي الصنع الذي كانوا يضربوه باتجاهنا، قسم كبير من الفراغات موجود هنا. فتح طبعا فينا تتفرج هون، تفضل خلع الابواب، منزل منازل هنا دشن، ما يبدو كانت هنا دشن، هذه فراغات طلقات روسي طلقات، هذه دشان كانوا يثبتوا قناصات باتجاهنا. الحمد لله رب العالمين قمنا بتحرير هذه المنطقه بشكل كامل، بتكافئ الاتجاهات تحرير الطلاقات من الشباك. نعم بيتنا. نعم الحمد لله رب العالمين. هذه دبلات الخافي معترف لدينا هي للشبيحه، ولكن نريد العالم ان يقول لنا من اين هذه السيدارات، من اي دول، فلا يوجد لدينا معترف، كل جميعنا خدمنا في الجيش العربي السوري ولن نرى من هاي انواع السيدارات من اللون الاحمر، فالاحد من العالم يجيبنا ما هذه ومن اي دوله اتت هذه العناصر للمقاتله مع عناصر شبيحه الاسد. فانظروا كيف الزوار، انظروا هذه فقط لأنها تحمل كلمة الله، تم تدميرها وتطويرها. عاتوا من أرض الفساد، دمروا منازل المدنيين، لا حول ولا قوة، قاموا بنهبها. انظروا لأحد جلاءات الأطفال، الأسد في كل مكان، الأسد كان يحاول أن يصل
إلى مرحلة الألوهية في أي مكان تجدون صور الأسد في المدارس في المتاحف في المنازل. قامت في هذه العصابات ولعبت في منازل المدنيين الآمنين. انظروا بدلات الشبيحة فالأحد يجيبنا لماذا هي الأسطورية لتاريخ هذه اللحظة لم تدعم بالسلاح والذخيرة. انظروا الإشارات للشبيحة من أجل أن يميزوا بعضهم من شبيحة الداخل سوريا أو شبيحة حزب الله والإيرانيين. فلماذا هي سورية؟ لماذا سورية لم تدعم بالسلاح والذخيرة؟ لماذا أوروبا قالت سندعم سوريا ولم تدعمها؟ لماذا ليبيا تم إنزال لها الذخيرة والسلاح بإنزالها والطيران؟ لماذا هي ليبيا قاموا أول من قاموا بحظر جواز الطيران جوي في ليبيا؟ فطالبنا أكثر من عدة شهور أو أكثر من عام نريد أن حظر جوي فوق سوريا. فلا أحد لبى نداؤنا. فروحنا ودمنا الآن نقدمه إلى حماية أهلنا المدنيين العزة. سنريكم الآن بعض الدشام وبعض مناطق التمركز لشبيحة وعناصر الجيش الأسدي. طبعا بس هون هي منطقة بدك تسرع شوية لأنه في خلاص. أخي الكريم هنا كان يتمركز ضارب رشاش البي كي سي باتجاهنا. هنا كان يوجد أحد رشاشات البي كي سي بأيدي شبيحة النظام وبأيدي عناصر النظام الأسدي. تم بعونه تعالى اقتحام هذه المنطقة بالكامل وتحريرها بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. أشكر الأخ الحجي قائد كتيبة عبد المنعم فياض تابع للفيلق الأول جبهة الأصالة والتنمية كان معكم صهيب العلي على تخوم أرياف مدينة الرستان. أشكر لكم متابعتكم.